ذلك الزمان طالبا في كلية الطب، ما الذي كنت ستحرص عليه على فعله، وما الأمور التي كنت ستتجنبها؟ أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله، أشكركم على هذا اللقاء وأدعو الله للجميع بالتوفيق. لو عاد بي الزمن يمكن ما راح يكون فيه تغييرات كثيرة، يعني سأختار نفس الكلية اللي هي كلية الطب، وسأدرس نفس التخصص اللي هو جراحة الأنف وذو الحنجرة، لكني سأحرص على أن تكون الدراسة مع مجموعات، لأن أفضل وسيلة للتعليم هي الجروب ديسكشن اللي هي الدراسة في مجموعات. وأيضا سأمارس، أترك وقت كبير لممارسة الرياضة، لأن ممارسة الرياضة تبني الجسم بشكل قوي، وعادة الزملاء أو الطلاب يكرسون جهدهم للقراءة لكنهم يهملون جانب الرياضة. كيف يمكن تعزيز دور التوجيه والإرشاد الأكاديمي والمهني لطلبة الطب؟ أنا في رأيي يعني ألخصه في أثر القدوات. أثر القدوات في تغيير الذات. لا شك أن عضو هيئة التدريس يجب أن يتميز بالأخلاق الحسنة، بالصدق، بالأمانة، وبالتالي ممارساته مع طلابه من التزامه وحضوره في الأوقات المحددة قطعا حينعكس على الطلاب، وبهذا لا شك أن للقدوات أثر كبير في تغيير الذات. وسيكون عضو هيئة التدريس بحضوره والتزامه قدوة حسنة ومؤثرة لكل من يراه أثناء المحاضرة أو أثناء العمل الكلينيكي. من خلال خبرتك نود منك تقديم أهم 5 وصايا لطلبة الطب. أولا يعني في رأيي زرع القيم، القيم اللي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف من الصدق والأمانة، وهذه يعني من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الطالب في تعاملاته، وخصوصا أنه سيكون في المستقبل مسؤول عن مرضى وعن حياة بشر. الأمر الثاني هو دائما أقول لطلاب كلية الطب أن لا يبحث عن النجاح بل يبحث عن التميز، لأن إذا سعى للتميز فقطعا سيحقق النجاح. وكذلك يعني أثناء حياته لا يحاول أن يصطدم بأي شخص كائن من كان، بل يجب عليه أن يكون علاقات حسنة مع الجميع، مع الطلاب ومع أعضاء التدريس. والنصيحة الأخيرة أن يحاول أن يخلق مكان له في المكان الذي يذهب إليه، يعني عندما خاصة أثناء التدريب سيتنقل بين المستشفيات وبين المراكز، يجعل هذا المركز أو هذا المستشفى يحرص ويقول يعني هذا الطالب أو هذا المتدرب أتمنى أن يكون معنا في المستقبل. من خلال مؤتمر هذا اليوم، كيف تقيم دور التعليم الإلكتروني وأثره وأثر كفاءته العلمية والعملية على طلاب الطب؟ أولا يعني في البداية أجدها فرصة طيبة أني أشكر الزملاء اللي قاموا على هذا المؤتمر، وأخص بالشكر معالي مدير الجامعة على دعمه الكبير وحضوره، وأيضا رئيس الجمعية زميلنا الدكتور عبد العزيز العمري. وأنا سعيد جدا أني أكون متواجد في هذا اليوم، يعني ما لاحظت في هذا المؤتمر يعني يثلج الصدر، تم مناقشة العديد من الاستراتيجيات التي تتعلق بالتقييم المقررات والمناهج والطلاب، أيضا تطوير البرامج واختيار البرنامج المفيد، وكذلك قياس مخرجات التعلم. الإضافة الجديدة اللي هو التعليم الإلكتروني وكذلك التعليم على البعد، وقد لمسنا الحاجة الماسة عندما جاءت هذه الأزمة، نسأل الله أن
يفرج هذه الأزمة وأن يشفي جميع المرضى وينهيها على خير بإذن الله. وكان الأثر كبير عندما استخدمنا التقنية الحديثة، سواء من خلال التقنيات التي أتاحتها الجامعة مثل البلاك بورد، أو من خلال التقنية اللي هي استخدام الزوم، وكان لها أثر كبير في استمرار العملية التعليمية دون انقطاع. والحمد لله يعني لا شك أن احنا واجهنا بعض التحديات، لكنها في مجملها أثبتت فعاليتها وممكن استخدامها في المستقبل. من خلال خبرتك، ما أهم التحديات والعوائق التي تواجه طلاب كليات الطب في المملكة فيما يتعلق بالمناهج الطبية؟ أنا أعتقد أن من أكبر التحديات اللي ممكن يواجهونها هو التغيير السريع الغير مدروس. يعني عملية تغيير المناهج والمقررات بدون يعني دراسة وعمل اتفاقيات مع جامعات عريقة وعالمية، أيضا عمل مقارنات بين البرامج وخاصة كليات الطب مع برامج كليات متقدمة، هذه المقارنة ستجعل هناك يعني اقتباس من الكليات المتقدمة، ثم يأتي عملية تطبيقها وتكون الطريقة سليمة. وأيضا إشراك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في عملية التغيير حتى لا يواجهون مقاومة، وينبغي أن يكون التغيير على فترة طويلة قد تصل من سنة إلى سنتين. في هذا يعني أعتقد أن هذا من أكبر التحديات اللي هو عمليات التغيير السريعة والتي قد تؤثر على الطلاب وعلى أعضاء هيئة التدريس. نصل الآن إلى ختام لقائنا معك، نكرر شكرنا لك يا دكتور على إتاحة الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بدوري أشكركم، وحقيقة أني سعدت ما رأيت من عملية اندماج الطلاب وعملية تنظيمهم، وحقيقة أني أفتخر بهؤلاء الطلاب وهؤلاء الأبناء، وأدعو الله لكم بالتوفيق، وإن شاء الله نشوفكم قريبا تحملون راية الطبيب الصادق الأمين الذي يمارس مهنته بكل إتقان. شكرا لك يا دكتور. شكرا جزيلا.